السلام عليكم متابعي صفحتنا. اكو مجموعة من الطلاب طلبوا مني بان اسوي لهم حلقة على الميتابرولول. هنحكي لكم قبل ما ندخل على الميتابرولول وعلى التقسيم ماته والصنف ماته على الميتابرولول، نجي معلومات فسلجية. اولا احنا الميتابرولول يصنف ضمن ادوية يسموها البيتا بلوكر. البيتا بلوكر يعني هنا نحكي فسلجة بعدين نحكي على الدواء. عندنا ثلاث ريسبترات، بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. البيتا 1 موقع بالقلب، شنو وظيفته؟ يحفز الهارت ريت، يعني يزيد دقات القلب، يزيد الكونتراكشن، ويزيد الكاردياك اوتبوت، بالتالي راح يزيد استهلاك الاكسجين. عندنا البيتا 2 موقع بالرئة، الوظيفة مالته برونكو دايليشن واليوتراس دايليشن، يعني موجود بالرئة وموجود بالرحم، زين يسوي يوتراس ريلاكسن. وحتى مرات يعني اكو ادوية اللي هي يسموها بيتا 2 اغونست تنصرف للحوامل او المتقلصات. اما البيتا 3 موقع بالاديبوس تيشو، الانسجة الدهنية، وظيفته شنو؟ يزيد تحلل الدهون. هاي شنو؟ فسلجة بسيطة على البيتا ريسبتر. هسه نجي نحكي على الميتابرولول. الميتابرولول اول شغله بانه هو سيلكتيف بيتا بلوكر. سيلكتيف يعني شنو؟ حيشتغل على بيتا واحدة بس من ذن الثلاثة. من نقول نون سيلكتيف يعني راح يشتغل عليهن ثلاثتهن. فالميتابرولول زين اسمه تجارب بيتا لوك، هو سيلكتيف حيشتغل على البيتا 1، ومعناه اذا يثبط احنا قلنا هنا الطبيعي زياده بالهارت ريت، زيد الكونتراكشن، زيد الكاردياك اوتبوت. اذا نثبط هذا الشيء فهنا راح يصير عندي بالعكس، يعني حيقلل الهارت ريت، يقلل الكونتراكشن مال الهارت ويقلل الكاردياك اوتبوت. مثل ما جاي تشوفون متوفر بشكل انبول بها 1 ملي جرام بالسي سي، 5 ملي جرام 5 مل يعني 1 ملي جرام بالسيس، هذا الرقم مطلوب. نجي على الجرعة مالته، احنا مسموحين ننطي للمريض من 1 الى 5 ملي جرام كل 5 دقائق، يعني احنا رابطين مونيتر للمريض ونشوف ننطي مثلا سيس 1 اللي هو يعني 1 ملي جرام، نشوف نزل الهارت ريت، نزل ما نزل، نزيد لحد ما نوصل زين ماكسيمم دوز هي 15، يعني اقصى شيء مسموح لنا 3 امبولات. الاستخدام مالته قللنا الهارت ريت، يعني يمنع التكيكارديا حتى يسبب لنا بردي، ويفيدنا بحالات الهايبرتينشن بانه يقلل ضغط الدم. طبعا هو ايضا متوفر بشكل حبوب، بس احنا هنا كعمليات نحتاج الاي في. اخر شيء هنا عندنا موانع الاستخدام او المحاذير، ما يصير ينطي المريض الربو. ليش؟ نحن قلنا بحالة الطبيعية إذا اشتغل على البيتا 2 راح يسوي برونكو دايليشن، زين إذا هو ثبطها يعني راح يصير بالعكس، يصير كونتراكشن، وهذا احنا ما نريد الأبو الربو. نفس الشيء جماعة الديابتيك زين ما يصير ننطي، لأن يرفع لنا السكر ويخفي الأعراض مالته. فلهالسبب يفضل بين عدم استخدامه بهالحالتين. اي استفسار عندكم قدرون تخلوه بالتعليقات، واللي يحب على حلقة خاصة يكتب اسمها حتى ان شاء الله اسوي لكم عنها فيديو. تحياتي.